نذكر مباريات الجولة الرابعة من دوري زين السعودي، الهلال والاتفاق بكرة، الاتحاد والفيصلي في جدة، الهلال والاتفاق بتكون في الرياض، الشعلة ونجران في الخرج، التعاون والنصر راح تكون في بريدة، يوم الثلاثاء راح تكون مباراة الأهلي وهجر في جدة، الوحدة والشباب في مكة، الفتح والرايد في الأحساء. الشباب 33 مباراة دون أي خسارة من الموسم قبل الماضي، آخر أربع جولات في الموسم قبل الماضي بدون أي خسارة، الموسم الماضي دون أي خسارة، أول ثلاث جولات في هذا الموسم دون أي خسارة. طارق النوفل المثير جدا، تشوف أن هذا رقم صعب تكراره بعد نادي الشباب؟ أول شيء كل عام وأنتم بخير المستمعين إذاعة مكسفهم، وأنت بخير وصحة. بالنسبة للرقم هذا جدا يعني أعتبره جدا صعب، ولكن ما في شيء مستحيل. بالفعل هو رقم أسطوري، رقم يعني لم يسبق لأي نادي سعودي حققه. كانت يعني كان هناك تحدي، أكثر من تحدي في المباراة الماضية أمام شقيق نادي الأهلي اللي هو كسر رقم نادي النصر، كنا متساويين معه في عدد المباريات 32 مباراة. الآن نادي الشباب يضع نفسه على رأس هرم الأندية ذات النفس الطويل التي استطاعت أن تضع نفسها ضمن الأندية اللي أستطيع أن أقولها أنه الأبرز والأكثر حضورا والأكثر تميزا والأكثر استقرارا خلال خاصة خلال الموسمين هذه. طيب. اللهم لك الحمد، يعني نحمد الله ونشكره لكي تدوم النعمة. أنا بتوجه يعني أو عفوا برأيي الشخصي أنه هذا الرقم أشوف أنه ما زال يعني مرشح كبير للاستمرار، خاصة وأنه الشباب يعني شفنا كيف قدم مباراة حلوة وجميلة جدا أمام نادي الأهلي. كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الانتصار، وكان سهل جدا لولا ثم يعني تعادل في طعم الخسارة. يعني كان قريب جدا من تحقيق الفوز، ولكن لم يوفقوا اللاعبين، خاصة وأكبر دليل اللي هو ضربة جزاء ضاع فخر الدقائق. طيب أبو محمد طارق النوفل، أنا عندي لك سؤال. الأمس أنا حاولت أني أتوصل لك وما لقيتك صراحة، أنا أقولها على الهواء، جوالك مقفل، هذا له ارتباط بمباراة الأهلي؟ دائما أعصابك تكون تعبانة قبل أو بعد مباراة الأهلي؟ أنا أعصابك تتعب؟ أنا أسألك يعني بس. والله يا أخوي سامة تعرف ما نبهتم كثير أبدا في مرسة المباريات حسسية المباريات. الأمر الآخر يعني قفل جوالك، يعني تعرف أن تحرك في إزعاج في اتصالات من ناس من مقدرة، مثلا أنه واحد يكون الرقم عنده رقم إعلامي رقم رياضي تتصل في أي وقت، ممكن تطلع لك واحدة اثنتين ثلاث الفجر بعد صلاة الفجر، ما يراعون حرمة الوقت. هذا الشيء يسيء للجمهور، يسيء للبعض الأخوان اليوم يتوقعون أنه بهذه الطريقة أنهم يستطيعون أن يلجمون الشخص اللي ممكن يكون مش موافق مع توجهاته. طيب أبو محمد نتكلم على اللي داخل نادي الأهلي، معلومات، تسريب معلومات، طارق النوفل دايم يلعب على هالجزئية، يعني خلينا نقول حرب نفسية طارق النوفل يلعب فيها مع جمهور الأهلي أو حتى المسؤولين في النادي الأهلي؟ للأمانة أنا مالي دخل، تعبت يا رجل مني على شيء واحد علشان أبتعد كثير عن أبو محمد. أقول لك أبو محمد، أقول لك أنا مالي دخل، تعبت منك يا رجل نفسيا. مارك دخلت تعبت نفسيا؟ تعبت نفسيا يا اخوي، حسيت ان في جواسيس جالسين وراي. لا كذا انا اوقف، ما دام تعبت نفسيا وتعادل غالي علي. الله يسلمك، بس تخوف والله يا ابو محمد. مع انه والله انا ما خبرتك اهلاوي. لا هي مو بسالفه، انا اقول لك انا مالي دخل، بس انا اقول لك الوضع صراحه مريب، يعني منه السالفه فيها الجواسيس يعني. شوف خلي بقول لك امر مهم جدا، وانت ادرى مني في الامور هذه، انت اعلامي وتعرف انه راس مال الاعلام اللي هي المصادر، مهما كانت مصادر سواء معك او تكون في الجهه الثانيه والطرف الاخر او خصمك احيانا. انا استخدمت هذه السياسه الاعلاميه طبيعيه جدا، انه استغلال المصادر ايا كان ثقل هذه المصادر، الحمد لله كان مصدر ثقه وثقيل. لكن حاولت انا وقدرت ان شاء الله الحمد لله 95% من المعلومات كانت صحيحه. طيب ما احاول يعني افرد عضلاتي على الجمهور اقول انا سويت وحطيت، لا ابدا، انت ذكرت السؤال وانا ما حبيت ان يذكر ابدا السؤال، وكنت اتجنب كثير اني اجاوب على هذا السؤال اللي سالت مره واحده، والحب اكرر نفس الجواب. واشكر هو المصدر الخاص المره الثالثه الان. وأنا أتوقع أنه قد يكون هذا المرة الأخيرة، ما راح أستخدم المصدر خاص، خلاص يكفي. وبس حبيت أن أوصل معلومة هي المرة الثانية، ورسالة لمن اتهم بعض الأشخاص الذين لم يكن لهم أي
يعني اي علاقه في الموضوع ساهموهم، ولكن حبيت اثبت لهم انه وهم خارج اسوار ناديهم انه بامكانه اجيب معلومات واكثر دقه من اللي قبل. يعطيك العافية أبو محمد، الحبة وصل لك حتى المكتوب عندي على تويتر الآن متميز ودائم مختلف عن الجميع، شكرا لك. أبد حياكم الله، وهذه دعتنا دعت مكسفهم، أتمنى لها التوفيق أكيد مكان. وأتمنى لكل الأشقاء في كل الأندية التوفيق بدون استثناء، اللي يعلموا الجماهير بشكل عام وجماهير النادي الأهلي أن طارق النوفل لا يحمل بقلبه أي شيء على نادي الأهلي أو على إدارة الأهلي أو حتى لاعبي الأهلي، أتمنى التوفيق للجميع دون استثناء. يعطيك العافية أبو محمد، شكرا لك ولتلبية الدعوة، يعطيك العافية. كان معنا الأستاذ طارق النوف المتحدث الرسمي وعضو ومدير المركز الإعلامي في نادي الشباب. شكرا استماعكم برنامج غرفة 11، نترككم وإن شاء الله بكرة في برنامج الجولة من 6 حتى 7 مساء لمناقشة أهم وأكبر القضايا السعودية.